ألمانيا تعود من جديد لتشكل مسرحاً لحرب الجاسوسية التي كانت السمة المميزة للحرب الباردة بين روسيا والغرب. الجديد هو فتح المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا تحقيقاً بشأن الكشف عن أسرار دولة من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالزوند التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح خط أنابيب السير الشمالي 2 الذين أطلقت عليهم صحيفة بيلد الألمانية وصف عملاء بوتين وقالت إنهم أقرب إلى موسكو من برلين بعدما نشروا على الموقع الإلكتروني تصريح التخطيط لخط الأنابيب في وثيقة تتكون من 637 صفحة. الوثائق تضمنت معلومات فائقة السرية لوزارة الدفاع الألمانية كانت مخصصة للاستخدام الرسمي فقط وبيانات عن مناطق عمل غواصات الناتو في بحر البلطيق وعدد الأسلحة الموجودة عليها ما يجعل من السهل استخلاص استنتاجات حول عمليات عسكرية محتملة يقوم بها الحلف في المستقبل. وسيكون مصير أي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة الألمانية تلك ممن تعهدوا خطياً بالحفاظ على سريتها عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات بحسب صحيفة بيلد الألمانية.